بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا لهذا اليوم عن تفسير سورة آل عمران من الآية 133 إلى الآية 136. هذه الآيات تتحدث بفكرة عامة عن المسارعة وعن صفات المتقين، ثم عن الجنة وصفة الجنة. في بداية الأمر خلقها الله سبحانه وتعالى وأعدها للمتقين، وفي هذه الجنة، وهذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسيأتينا الآن وصف للجنة في هذه الآيات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآن نبدأ بشرح الآيات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا إلى سبب المغفرة من التوبة والإكثار من الحسنات. من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت بمعناها خلقت أو هيئت للمتقين. الذين ينفقون في السراء، ينفقون أي إخراج المال في سبيل الله. في السراء وهي الرخاء والغنى، والضراء معناها هي الشدة والفقر. والكاظمين الغيظ، الكظم بمعناه الحبس، أي الحبس وعدم إظهاره على اللسان بالشتم والسب. ثم قال: والعافين عن الناس. العافين عن الناس أي العفو وعدم مؤاخذة المسيء مع القدرة على ذلك. والله يحب المحسنين. المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب أي يستر ويمحو إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال: أولئك جزاؤهم مغفرة، أي جزاؤهم مغفرة أي محو الخطايا من ربهم. وجنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من فوائد وأحكام هذه الآيات: 1- الحث على المسارعة إلى الخيرات. 2- البعد عن مظاهر الكسل والخمول والتثاقل عن العمل الصالح. 3- سعة الجنة وعظيم ما أعد الله فيها للمؤمن. 4- ترغيب المخطئين في طلب المغفرة من الله. 5- فضل الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس احتسابا للأجر من الله سبحانه
وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا ممن يتصف بصفات المتقين. هذا بالنسبة لدرس اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا.